أهلا، برج السرطان. القراءة مثل دائما راح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني للأبراج اللي عم بتتابع لبرج السرطان ممكن تشوف إنه بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. طبعا خذ من الفيديو دائما الأشياء اللي ممكن تستفيد انت منها واترك الباقي. ممكن يكون في الفيديو رسالة او اشي معين ممكن انت تستفيد منه، فخذها واترك الاشياء الاخرى. راح نبلش بطاقتك اول، بعدين راح نشوف طاقة الشريك، خطواتكم في المستقبل، وشو راح يكون مصير العلاقة بينكم. طيب راح نبلش بكروت النصيحة أول لبرج السرطان. بدك أنت حاليا عم تمر بموقف أو وضع، بدك تكون صبور أكتر مع الموقف، أو بدك تكون صبور أكثر مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه. أيضا برج السرطان أنت بتخبي مشاعرك واللي بتحسه كتير، فبكروت النصيحة بتحكي لك إنه خليك أوثنتيك، خليك مثل ما أنت، حاول إنه تظهر مشاعرك الحقيقية لهالشخص، لأنه ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون مش سريع بنقط الإشارات منك أو بفهم التلميحات اللي بتعطيله. في عندك بدك تحاول تكون منصف أكثر مع الوضع، لأنه في عندك 6 of abundance 6 of emotion. رقم 6 عادة بيكون بيحكي على التوازن بالتاروت. فبالنسبة لكروت النصيحة بتحكي لك إنه الأفضل إنه تخلي الوضع في شوي توازن، حاول تفهم منظور الشخص الآخر للعلاقة وفكرة الشخص الآخر للعلاقة، ومش كتير بس تركز على إنت شو بتحس، مشاعرك إنت، وبشو إنت انجرحت، بدون ما يكون في عندك مفهوم لنظرة الشخص الآخر. يعني حاول تحط حالك في مطرح الشخص الآخر. طيب عم شوفك أيضا رافض فكرة الحب حاليا، أو مش عم تسمح لشخص في عنده عروض حب أو بده يقدم لك عروض حب، مش عم تسمح لهالشخص بالاقتراب. والسبب انه انت عم تبحث على اشي جدي، ما عم شوفك عم تبحث على اشي عابر، لانه انت بتطمح الى soul connection، الى رابطة تكون قوية. بشوفك كتير مركز على الوضع العاطفي، ولكن محبط من الوضع العاطفي اللي انت فيه، لأنه Four of Cups تحكي عن rejection أو رفض لإشي معين، فممكن تحس إنه أنت مرفوض من الناحية العاطفية، أو تحس الطرف اللي أنت عم تتعامل معه مش عم يفهمك تماما من الناحية العاطفية. ممكن أيضا تكون عم تتعامل مع برج هوائي، برج ناري، أو برج الميزان، برج الجوزاء أيضا عندك. غير هيك ممكن يكون أي برج تاني، ولكن الطاقة طاقة الحبيب أو طاقة الشريك شوي متهورة. الشخص اللي أنت بتتعامل معه شخص متسرع، شخص أيضا إذا كان برج ناري الشخص اللي عم تتعامل معه نشوفه متسرع كتير بالحكي، ما
بيفكر قبل ما بيحكي، وإذا كان عم تتعامل مع برج هوائي الشخص غير قادر أيضا على إنه يحقق التوازن بغض النظر عن الفكرة اللي بيعطيها لإلك أو أنت كيف بتشوفها الشخص من برا، إلا إنه شخص أنت بتحس إنه مش متقلب المزاج ولكن مختلف الآراء. يعني يوم ممكن يكون بيقدم لك عروض حب وإشي مثل هيك، ويوم آخر ممكن يكون منطوي على حاله أكتر. فأنت عم تشوف إنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص، لا ممكن يكون هو عم يحاول إنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول إنه يكون متوازن، ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس إنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص، أو أنت عندك مشاعر تعطيها أكتر من هالشخص. بالنسبة لخطوتك في المستقبل، أشوفك عم تحاول، في عندك كتير ستات، وفي عندك جاستس كارد بلوفرز، في عندك كتير كروت بترمز إلى إنه أنت عم تبحث عن التوازن، أو أنت أو الطرف الآخر محطوط بمطرح إنه في عندك لازم تختار بين شيئين. وعم شوف انتو طاقتكم المشتركة حاليا، عم الأمور بينكم stagnant أو متوقفة، أو ما في حكي، ما في حركة بالعلاقة، ما في energy أو طاقة عم تتحرك. انت خطوتك بالمستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة، ممكن تكون مع هالشخص، ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر، أو حتى سنجل، أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة إلى البعض منكم، لأنه أنت عم تبحث عن التمبرنس، عم تبحث عن الشفاء، عم تبحث إنك تداوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت فيه. عم تبحث أيضا على علاقة يكون فيها التوازن بالأخذ والعطاء، ولكن عم شوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراءة، عن طاقتك الحالية. حاليا أنت ممكن تكون بوضع شوي محبط عاطفيا، ولكن في المستقبل في عندك optimism أو عندك تفاؤل أكتر، أو نظرتك رح تكون إيجابية أكتر. فحتى ممكن تمر بمرحلة مثل التنوير في حياتك، وبالفترة القادمة رح تمر بمرحلة من التنوير. أشوفك أيضا عم تحاول تاخد الأمور ببساطة بالمستقبل، رح تحاول تكون دبلوماسي أكثر، أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكثر. أنا عم شوفك يعني عم تتركها تيجي مثل ما تيجي. بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل، حبيبك في عنده شغل كتير، أو الشخص اللي عم تتعامل معه في عنده شغل كتير سول وورك أو شغل روحاني على حاله، لأنه يعني هالشخص متناقض جدا بنفسه من جوا، متناقض، عم يمر بكونفليكت أو عم يمر بصراع داخلي، ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاته معك، لأنه هو عم يحاول يجمع أكبر قدر من المعلومات اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل. هالشخص
ما بيحب الوضع اللي هو فيه حاليا. هو يعني مش نيته انه يكون متقلب المزاج، ولكن هو من جوا بيحتاج الى شغل، بيحتاج الى جلسة مع الذات ممكن نحكي، لحتى يفهم هو وضعه شو، هو شو بيريد، ولحتى يعرف يحل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه، مشان ما يعكس هالإشي على العلاقة. ولكن عم شوفكم انتو في المستقبل، يعني عم شوف انت الشخص اللي مشاعرك اكبر بالعلاقة من هو شخص ممكن يكون بالغالبية وجهه هوائي، لأنه شخص بيحب يحلل الأمور بطريقة منطقية، ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم أو أكثر مما برج السرطان بيحب. ممكن أنت بدك منه ردة فعل من الناحية العاطفية، عم شوف أغلب كروتك عاطفية وأغلب كروته منتل أو عقلية، فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية، وكأنه يعني عم يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شيء معين، بعكسك أنت قراراتك اللي بتاخدها بتكون مبنية على عواطف، على أنت شو بتحس من جوا. ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بها الطريقة. عم شوف أيضا طاقتكم المشتركة فيه رح يكون في هدوء بينكم، مش رح يكون في حكي كتير، في الطاقة بينكم ستاغنت. ولكن عم شوف إنه هو اللي أكتر بيحاول يتقص عن أخبارك أو يعرف معلومات عنك أكتر منك. أنت بشوفك أنت مركز على روحانياتك أكتر، على حالك أكتر، على شغلك أكتر، يعني على تطوير ذاتك أكتر مما هالشخص مركز على إنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك. بدنا نسحب الكروت التوضيحية، نشوف هالشخص شو هو الإشي اللي هو بصراع بأمره. ممكن يكون شخصين، ممكن يكون علاقتك أنت معه وطبيعة شغله أو إشي مثل هيك، بس بدنا نوضح شو هو الشيء اللي هو من جوا داخليا عم يمر بصراع من أجله. طيب، فهالشخص حاليا بفترة أو بده يدخل بفترة هدنة، أو عم يبحث على نوع من الخلا أو العزلة لحتى يفهم وضعه أكتر، ولكن الشخص هيدا متناقض بجوا حاله، أو الشيء اللي هو يعني مضايقه أو مش عارف يوجد له الحل، هو إنه عم بعتقد إن الشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره، أو عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها. فبالغالبية البرج اللي أنت عم تتعامل معه برج هوائي، لأنه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل، ما بتنفهم، هي بتنحس فقط. ولكن هالشخص عم يحاول انه يفسرها، انه ليش انا عم احس هيك، ليش عم احس انه هالشخص هو شريك حياتي، هالشخص هو سول ميت، ليش انا بدي اقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكثر من ما هو خارجي.
هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس، بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر. هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن، شخص كتير مش إكستريم أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة، ولكن من جوا مشاعره فياضة، ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها. طيب بدنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير في بينكم تواصل، لأنه بين الوضع الغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء، ما عم نشوف فيه مشاحنات أو في مشاكل صارت بينكم، ولكن في انقطاع بالتواصل. فبدنا نشوف هل رح يصير في تواصل بينكم. انتوا الاثنين بالمستقبل رح توصلوا الى، في عندكم شغل رح يصير بالمستقبل، شغل بالعلاقة او باستمرارية العلاقة بارتباط بالعلاقة. عم شوف أيضا في طرف منكم، إذا كان في بينكم صراع على السلطة بالسابق، في طرف منكم هو اللي رح ياخد زمام الأمور بالعلاقة. ما بعرف مين رح يكون الطرف، ولكن في طرف رح ياخد هو زمام الأمور بالعلاقة، وعم شوف في مجهود رح ينحط كتير عالي، برغم انه هالكرت بيرمز احيانا عن مجهود بنحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي انت بدك اياها، ولكن المجهود اللي رح ينحط، يعني الوضع هون بالمستقبل بيحكي انه بيتطلب منكم صبر كتير عالي. اذا انتوا الاثنين عم تطمحوا إلى تحقيق أسرة أو إلى تحقيق أساسات صالحة بحق العلاقة أو إشي مستديم إلى المستقبل، سواء كان علاقة جدية، سواء كان خطوبة، سواء كان زواج، ولكن عم شوف إنه بالمستقبل النظرة بينكم متمركزة أكثر على الصورة الأكبر للعلاقة، مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير، ولكن هي على الصورة الأكبر. بالمستقبل في شغل كتير بينكم لازم يصير، عم شوف إنه في مجهود عالي بده يصير من الطرفين، لأنه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم، من الطرفين في مجهود عالي لازم يصير، ولكن مثل أي علاقة، يعني انك تبدأ علاقة شيء وانك تخلي العلاقة دون شيء اخر، فأي علاقة انت بتطمح الى انه تخليها الى المدى البعيد او الى انك تكون مستقبل مع هالشخص، لازم يكون فيها مجهود، ما بتكون عادة سمود او الطريق ما بيكون عادة سهل، ولكن كلا الطرفين هون مستعد لانه يحط مجهود في العلاقة. طيب بتوقع هذا كل شيء ناقشناه؟ ما في اي شيء مش واضح، انه لانه حكينا هل رح يكون في تواصل بينك وبين هالشخص، مش واضح هون انه في كوميونيكيشن او تواصل حرفيا بينكم، ولكن نشوف انه سواء حكيتوا مع بعض او ما حكيتوا مع بعض، نشوف انه انت عم تشتغل على حالك وهو أيضا عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة، لأنه أنت عم تحاول تصلح من حالك يعني أشياء، وهو عم يحاول يصلح من حاله أشياء، أنت عم تحاول تتشافى وتطور حالك، وهو عم يحاول إنه يفهم مشاعره أكثر أو يفهم أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره، إنه شخص كتوم جدا الشخص اللي عم تتعامل معه.
فأنا أشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض، المجهود موجود هون، لأنه في عندكم مفهوم للصورة الأكبر اللي بدكم تحطوها مع بعض. بس هو حتى إذا ما صار في تواصل، في عندك هون ايت اوف وانز، هالكاتب بيحكي على تواصل سريع، فهالشخص ممكن الشيء اللي متناقض بأمره أيضا هو إنه بده يحكي معك، ولكن الأمور مش كتير تسمح إنه هو يحكي معك، وهو متناقض وبده يعترف لك حتى بإنه يحبك أو في مشاعر تجاهك، ولكن صعب عليه إنه يعبر. فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى إنه يوجد نوع من الشجاعة جواته، واللي هي مبين إنه رح توجد، لأنه ذا إمبرور كانت ناري طاقة كتير دامنة، طاقة كتير مهيمنة. فعم شوف إنه هو في عنده زي يعني ستاند أو وقفة معينة أو موقف معين رح ياخذ من الوضع، بأنه هو اللي يتقدم ويحكي معك، بالذات لو انتي امرأة برج السرطان وهو رجل. يعني اوكي حبايبي، برج السرطان، انا بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب، وان شاء الله راح اشوفكم في فيديو قادم. شكرا.